يا عم لو عاوز تبقى مليونير تعال اقولك تعمل كده ازاي، بس خد بالك لازم تتعب وتتفرج وتتعلم، وارشح لك كتب للقصة دي، بس سعر الكتاب 1200 جنيه بس يا بلاش. اوعى تكون فاكر نفسك هتبقى مليونير عشان انت راجل جدع وسالك، مفيش منه الكلام ده، لا. دي مجموعة نصايح الخبير صلاح أبو المجد للشباب عشان يبقوا أغنياء. أنا هنادي محمود وتعالوا معايا نعرف الحكاية مع بعض، يلا بينا. صلاح أبو المجد خبير التنمية البشرية، كل يومين والتاني بيتصدر الترند على السوشيال ميديا، وده بعد هجوم وانتقادات من المتابعين بسبب نصايح وجهها للشباب عن خطوات ممكن من خلالها يبقوا مليونيرات ويودعوا الفقر خالص. لكن كالعادة طريقة صلاح أبو المجد في توجيه نصيحة للشباب هي اللي أثارت جدل كبير، فنشر صلاح صورة ليه على صفحته الشخصية على الفيسبوك وعلق عليها وقال: طيب انت نفسك تبقى مليونير؟ ماشي يا سيدي حقك، بس عندي ليك شوية أسئلة كده. قعدت مع كم مليونير؟ قريت كم كتاب كاتبه مليونير؟ حضرت كم لقاء لكم مليونير؟ شفت كم ساعة محتوى عاملهم مليونير؟ طيب معلش بقى لا مؤاخذة في السؤال، لما انت ما عملتش ده امال بقى مرت ايه عايز تبقى مليونير؟ ولا عايز تبقى مليونير عشان انت راجل جدع؟ وكالعادة منشور صلاح أبو المجد شهد تفاعل كبير جدا من المتابعين، واللي كتير منهم شاف ان صلاح أبو المجد بقى محتواه مثير للجدل، وانه طول الوقت بيتريق على الشباب ومش غرضه النصيحة ليهم زي ما بيقول، وان بقى هدفه هو تصدر الترند مش اكتر. فقالوا المتابعين في تعليقاتهم على منشور صلاح أبو المجد: عايز تبقى مليونير؟ اطلع لايفات على تيك توك بس كده، امال معقدينها ليه؟ معظم المليونيرات ما عملوش كده يا عم صلاح، التوفيق اهم حاجة، ويبص في ورقته مع دراسة السوق، وده كفيل انه يتعمل له كتاب الناس كلها تقراه وحضرتك ترشحه للناس. محتواه كان لطيف في البداية، بس دلوقتي بقى كل همك تركب اي ترند بشكل سلبي، وده بتعليقات الناس السلبية. ومتخيل كده انك صح، الترند بيجيب شهرة وفلوس معاك، لكن انت تحولت كده زي بتوع التيك توك وغيرهم، هو بلا محتوى وبلا قيمة. عاوز تعرف قيمتك الحقيقية؟ شوف تأثيرك الايجابي، وشوف دلوقتي الترند بتركبه بايه، بشكل سلبي ولا ايجابي. او في حد بيقول صلاح ابو المجد غير حياتي بالمقاطع ال 30 ثانيه اللي بينزلها، ولا بوستاته يبقى هايل، لكن الواقع واضح. واستمرت التعليقات اللي انتقدت وهجمت صلاح ابو المجد، خاصه انها مش اول مره تثير الجدل بالبوستات اللي من النوعية دي، وسبق ونشر بوست عن نصايح للشباب انهم يحققوا فلوس كتير من خلال الشغل من البيت، وقال في منشور لي: انت دلوقتي لو دخلت على جوجل وسألته والنبي يا عم الكمبيوتر ازاي اعمل 1000 دولار في الشهر من البيت، هتلاقيه رد عليك بدون مبالغة باكتر من 100 طريقة تعمل بيهم الرقم ده كبداية. تلاقي الشباب النواح يقولك: بس يا عم ده عاوز مهارات مش عندي، ايش صناعة محتوى ولا ترجمة ولا برمجة ولا تصميم، ولا ما عنديش حاجة من دي يا عم. طيب يا حمادة ما انت بتجاوب على نفسك اهو، امال هتاخد 1000 دولار ليه؟ ما لازم تتنيل تتعلم صنعة بفلوس. ولهذا يا صديقي يظل الاغلبية الكاسحة فقراء ونواحين عشان بيسعوا سعي غبي. قوم يا صاحبي استرجل كده وامسك في سكه واعمل فلوس، بلاش نطاعه وشماعات. واستمر صلاح في توجيه النصايح بنفس الطريقه، وحاليا بيتعرض لهجوم وانتقادات واسعه من المتابعين والجمهور. فشايف صلاح ابو المجد معاه حق في نصايحه؟ هل انت شايف صلاح ابو المجد معاه حق في نصايحه، ولا قدمها بطريقه فيها سخريه من الشباب؟